الاخبار من زاغروس تيفي فالى عناوينها. الرئيس بارزاني في رسالته الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب يقول: دماء الكرد اكثر قيمه من المال والسلاح. عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي يعلن الحداد ويشهد بسلميه الاحتجاجات العراقيه. ويتجه لإصلاحات دستورية ووزارية الحرب تهدد ستة ملايين مدني بأكبر كارثة إنسانية في مناطق الإدارة الذاتية بسوريا ومجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث العدوان التركي على سوريا أهلا بكم وجه الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وضع الكرد الحالي في شمال سوريا الرئيس بارزاني شدد في تغريدة عبر صفحته الخاصة على تويتر على أن دماء الكرد أغلى من المال والسلاح وذلك في معرض تعليقه على التصعيد الأخير في كردستان سوريا الرئيس بارزاني كتب في تغريدته عزيز الرئيس ترامب الرجاء عدم الرجاء اخذ العلم والاحاطه بان شعب كردستان لطالما سعى لحقوقه العادله لقد هزمت قوات البشمرجة تنظيم داعش الارهابي وشكلت جزءا فعالا من التحالف ضد الارهاب دماء الكرد اغلى واكثر قيمه من المال والسلاح يأتي ذلك في وقت أعلنت تركيا فيه استكمال استعداداتها لشن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية واستقدمت تعزيزات عسكرية إلى الحدود وشنت هجومها اليوم وصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب الهجوم التركي على شمال شرق سوريا بالغزو، وفيما حذرت انقره او حذرت واشنطن انقره من الاستمرار بذلك اكد ان الولايات المتحده لا تؤيد هذا الهجوم اطلاقا. الرئيس الامريكي ترامب دعا تركيا الى حمايه المدنيين والاقليات الدينيه بحسب تعهد لتركيا، كما حمل ترامب في البيان تركيا مسؤوليه الابقاء على عناصر داعش المحتجزين في السجون هناك وعلى الا تعود داعش للتكوين باي شكل من الاشكال. هذا وكانت واشنطن قد سحبت قواتها قبل ايام من الشريط الحدودي شمالي سوريا في تحول مفاجئ للسياسه الامريكيه بعد ساعات من منح الرئيس دونالد ترامب نظيره التركي الضوء الاخضر لشن هجوم لطالما لوح به ضد المقاتلين الكرد. وفي نشرتنا الخبريه ايضا نشر رئيس مجلس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني خلال الجلسه الاعتياديه لمجلس الوزراء في اقليم كردستان الى ان تصعيد الاوضاع في شمال شرق سوريا له عواقب سلبيه لا تقف عند حدود سوريا فحسب بل ستدفع بالسكان الى النزوح فيما سيلجا كثيرون الى اقليم كردستان حتما مسرور بارزاني رئيس الحكومة حث على معالجة الأزمة عبر الحوار وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بهذا الخصوص. هذا وبحث الاجتماع المستجدات على الساحة العراقية فيما قال مسرور بارزاني أن حكومة إقليم كردستان تقف مع المطالب القانونية للمدنيين وذلك عبر الاحتجاجات السلمية وأعرب عن دعمه للرئيس العراقي في الحكومة. رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبد المهدي لمعالجاته كافة المشاكل انتقد نائب رئيس برلمان إقليم كردستان هيمن هورامي العمليات العسكرية التركية التي انطلقت اليوم في سوريا وقال نشعر بقلق بالغ من العمليات العسكريه التركيه في روجافا كردستان سوريا. مدينا بشده اي عمل ضد المدنيين مبينا ان هذه الاعمال تؤدي الى زعزعه استقرار المنطقه وخلق عدم الثقه واجبار المزيد على التشرد داخليا وكذلك خلق بيئه اكثر صعوبة للمتواجدين هناك وسيكون معرقلا للسلام. دعت سوريا الديمقراطية عبر قواتها الولايات المتحدة الامريكية والتحالف الدولي الى انشاء منطقة حظر طيران شمال شرق الاراضي السورية لوقف الهجوم التركي. وقالت هذه القوات في بيان لها بعد اعلان تركيا اطلاق عمليه عسكريه ضدها انها اظهرت حسن النوايا تجاه اتفاق اليه الامن بين واشنطن وانقره والذي نص على انشاء منطقه امنه شمال شرق سوريا لمنع الهجوم التركي الا ان ذلك ترك الكرد دون حمايه ذكرت مصادر دبلوماسيه ان الدول الاوروبيه بمجلس الامن طلبت عقد اجتماع طارئ مغلق لمجلس الامن الدولي وذلك لبحث الهجوم التركي الاخير في سوريا وتقدمت بالطلب كل من بلجيكا وفرنسا والمانيا وبولندا وبريطانيا على ان تعقد الدول في مجلس الأمن عبر ممثلها هذه الجلسة منتصف النهار في عقاب مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بشأن كولومبيا وفقا للمصادر وكان رئيس مجلس الأمن الدولي الحالي جيري ماتيوس ماتيغيلا قد دعا تركيا في وقت سابق إلى تجنب المدنيين الممارسات العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال العمليات العسكرية في سوريا أعلن الأمين العام المساعد لجامعة أو في جامعة الدول العربية حسام زكي أن الجامعة تقف بوضوح تام ضد التحرك والعمل العسكري التركي ضد سوريا. زكي أضاف في بيان من القاهرة أن هذه العمليات العسكرية تمس سيادة دولة عضو بجامعة الدول العربية وهي سوريا. مشيرا إلى أنه مهما كان الموقف السياسي من الدول العربية الأعضاء في الجامعة والذي أدى إلى تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية إلا أن موقف الجامعة العربية واضح ورسمي يرفض بشدة المساس بالسيادة السورية على أراضيها. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب اردوغان الى تقييم تداعيات العمليه التي تنوي تركيا شنها شمال شرق سوريا بشكل دقيق لمنع الاضرار بجهود التسويه في الازمه السوريه. الكرملين وفي بيان اكد ان بوتين واردوغان اجريا اتصالا حيث واصلا خلال هذا الاتصال تبادل الاراء حول القضيه السوريه. واخذا بعين الاعتبار الاتفاقات المبرمه في اسيتانا بين زعماء الدول الضامنه وذكر الكرملين ايضا في هذا البيان الاخير المقتضب من موسكو ان العمليه التركيه شرقيه الفرات اعتداء على سوريا قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي أن المناطق من سريكانية حتى جريس بي تتعرض لقصف عشوائي من المدفعية والطائرات الحربية التركية بالي أكد أن لدى قوات سوريا الديمقراطية القدرة على المناورة وأن الجيش التركي لن يحقق أهدافه في سوريا في الأثناء أكدت مصادر محلية سماع دوي انفجارات وتصاعد اعمده ادخنه في مدينه غريسبي الحدوديه مع تركيا واكدت المصادر ان السكان يفرون من المنطقه حذرت الرئيسه المشتركه للمجلس العام في الاداره الذاتيه لشمال وشرق سوريا سهام قريو من ان التهديدات التركيه لا يمكن حصرها بالمناطق الخاضعه لسيطره الاداره الذاتيه بل ستكون كارثيه على الشعب السوري وسيمتد تاثيرها على دول العالم اجمع كما ستشجع على عوده نشاط الارهابيين محذره ايضا من وقوع الكارثه الانسانيه لسكان نحو سته ملايين للسكان المقدرين بنحو ستة ملايين مدني كما أكدت أن الحرب سيكون له أو لها تأثيرات غير محمودة لمسلحي داعش المعتقلين داخل سجون الإدارة الذاتية في تلك المنطقة وأكدت أنهم يحثون المجتمع الدولي على ممارسة الدور الفعال لمنع حدوث الكارثة الإنسانية واوضحت سهام بالقول ان مناطق الاداره الذاتيه كانت الماوى طوال الازمه السوريه بعد توفير الخدمات والامان ومستلزمات الحياه في ذات الشأن دعا الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي سيفر أو سفير جنوب أفريقيا وممثلها جيري ماتيوز ماتيجيلا الأربعاء تركيا إلى حماية المدنيين والتحلي بأكبر قدر من ضبط النفس في عملياتها العسكرية في سوريا وصفت الجارديان البريطانيه اسلوب الرئيس الامريكي دونالد ترامب في قراراته بشان العمليه العسكريه التركيه في سوريا بالشخصي والجاهل والمشوش. الصحيفه البريطانيه قالت في افتتاحيتها ان قرارات ترامب في سوريا متهوره وخطيره وكان قراره الاول هو تصريح البيت الابيض عقب محادثه هاتفيه مع الرئيس التركي اردوغان. وجاء مباغتا للجميع بما في ذلك بعض المسؤولين في إدارته الجارديان تابعت أنه لم يكن القرار فقط إعلان الانسحاب المفاجئ من سوريا والتخلي عن القوات الكردية الحليفة ولكن إعطاء الضوء الأخضر للهجوم التركي وقالت الصحيفة إن الإجراءات المفاجئة التي يتخذها ترامب وافتقارها لخارطة طريق أمور صادم صادمة ومربكة وتضيف صحيفة أنه قد يمكن تجنب أسوأ السيناريوهات المتخيلة والتي تشمل كارثة إنسانية وإعادة ظهور تنظيم الدولة الإرهابي وفقا للخطوة القادمة التي تأتي من إدارته افادت وكاله اسوشيتد برس بان اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب ستنظم يوم الخميس احاطه سريه للاطلاع على جميع التطورات في الوضع في سوريا واعلام غرفتي الكونغرس الخاصه بهذا الامر ونقلت الوكاله عن مصدر في الكونغرس الامريكي التاكيد على ان الموجز السري الامريكي سيكون رفيع المستوى وستجريه النائبه الاولى لمساعد وزير الدفاع الامريكي للشؤون الامنيه الدوليه كاتي ويل بارغر وتعرض الرئيس الامريكي دونالد ترامب لانتقادات شديده اللهجه من قبل المشرعين في الديمقراطي والجمهوري الحزبين الامريكيين الرئيسيين على حد سواء وذلك بخصوص قراره بعدم منع تركيا من شن عمليه عسكريه جديده انطلقت من شمال شرق سوريا في هذه الاونه مشاهدي زاكروس تي في ومعنا الان من قامشلو من الداخل السوري شرقيه الفرات الصحفي اختين اسعد اختين كيف هي الاوضاع عندك وتحيه لك علمنا انك كنت في وضع خطر قبل هذه الساعه اثناء رصدك للوضع في قامشلو وفي تلك المنطقه حيث العمليات العسكريه الكلمه لك اسمعك نعم محمد بالفعل هناك يعني ما زالت قبل قبل قليل الاصوات مسموعه اصوات القصف المدفعي التركي على مناطق قامشلو بالتحديد وايضا كامل الشريط الحدودي السوري التركي من المالكيه وصولا الى شرق كوباني محمد اريد ان اتحدث في البدايه عن المناطق التي تعرضت للقصف في قامشلو حي البشيرية تعرض لعدة قذائف مدفعية حي الهلالية أطراف الحي حيث توجد هناك نقطة عسكرية لوحدات حماية الشعب أيضا تعرضت لعدة قذائف أصابت المدنيين يعني القصف يستقصد المدنيين كأنه أيضا في وسط المدينه كان هناك قصف مدفعي. محمد حصيله الضحايا المدنيين الى الان في مدينه قامشلو وصلت الى خمسه اشخاص بينهم اثنين من عائله من الاخوه الكريستيان وبينهم امراتان وطفله ايضا. نعم محمد هناك تسعه جرحى ايضا من المدنيين في مدينه قامشلو. يعني الاشتباكات وحدات حماية الشعب تحاول الرد على القصف المدفعية التركي بالقذائف ولكن أنت تعلم التركية عضوة في الناتو ومن الجيوش القوية ومدفعيتها وطائراتها لا تترك الأجواء السورية الحرف على مناطق كردستان سوريا من قبل الجيش التركي مستمرة محمد وهناك يعني التطورات يمكن ان تكون اكثر واكثر واكثر اذا لم تتوقف هذه الحرب يمكن ان يكون النزوح يكون بشكل اكبر يمكن ان يكون هناك مدنيين ضحايا اكثر واكثر نعم اختي اسعد بما انك قريب وداخل المشهد القصف هل هو عشوائي ام ما زال يستهدف يعني نقاط محدده القصف هذا التركي الذي ياتي يعني جوا وهل من تحرك بري مصاحب؟ هل من مجابهه لهذا التحرك التركي عسكريا من الاداره الذاتيه والقوات هناك؟ انت تسمع يعني صفارات سيارات الاسعاف من خلفي في مدينه قامشلو الاصابات تتكرر بين الحين والاخرى القصف نستطيع ان نقول عنه عشوائي لانه يصيب المدنيين يعني كثيرا من المدنيين منزل في حي سيجركا وقع على اصحابه في قريه سيجركا عفوا في البشيريه ايضا العائله الخريستيان كانت ضمن منزلها امنه وجاءت القذيفه الى 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 بيتها في تربسبيه مدينه تربسبيه ايضا تعرضت منازل المدنيين للقصف في عين ديوار هناك انباء عن اشتباكات بين الطرفين، هذه قد تكون بعيده عن المدنيين لانها منطقه سياحيه لا توجد فيها السكن، ولكن في مدينه ديريك ايضا هناك قصف على عده نقاط في الجاروديه وسد بورزان، ايضا هناك قصف، يعني ال 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 الاكثريه التي تتاذى من هذا القصف محمد هم ال هم المدنيين هناك انباء من هناك انباء من وسائل اعلام تابعه للحكومه السوريه تتحدث عن قرب او نيه القوات التركيه دخول مدينه الابيض التي باتت شبه خاليه من المدنيين بريا ولكن لم يتسنى لنا التاكد الى الان من هذا الخبر نعم اختين كحصيله نهائيه هل بالامكان يعني أعطاء الحصيلة بالأرقام حول عدد الضحايا والقتلى ومن سقطوا في هذه العمليات العسكرية أنت ذكرت أن هناك من المكونات الكردستانية هناك الكثير منهم كريستيان وغيرهم وحتى ذكرت أن هناك أطفال ضمن الضحايا نعم بالفعل محمد هناك طفلة سجلت في القامشي انها فقدت حياتها وايضا اثنين من عائله من الخريسيان زوجه وزوجها محمد الاحصائيات الان التي نملكها كغرف اعلاميه وكراصدين لهذا الاعتداء على كردستان سوريا نقول ان في القامشي هناك خمسه ضحايا مدنيين وتسعه جرحى في المناطق الاخرى لم تصل الاحصائيات بعد يعني نتوقع ان تكون هناك ايضا ضحايا مدنيين الابيض وسريكان تعرضت لقصف كبير جدا هناك فيديو متداول اذا صح الفيديو انه من الساركانية. يعني الجثث على الارض موجوده وبعدد كبير يعني لم أختين يكن أختين, هناك أختين أسعد لا, لا. يعني أختين تخيفة. أسعد اكتفي بهذا القدر لا اريد ان اطيل عليك فالناس يهرعون من خلفك والوضع لا يشي بان يكون امنا اطلاقا مع صفارات الانذار المسموعه الان، شكرا جزيلا اختينا الصحفي الذي كنت معنا من مدينه قامشلو، شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام بالعوده مجددا الى ذات الملف معنا في الاستوديو ضيفنا الاستاذ الكاتب روني علي اهلا وسهلا بك استاذ روني الاوضاع في سوريا الحرب قائمه قصف عشوائي ضحايا هنا وهناك كيف تحلل هذه المشاهد؟ مساء الخير تحياتي لك ولمشاهديك وتمنياتي لاهلنا في الداخل بالامن والامان المشهد حسب قراءتي للمعطيات هناك تواطؤ دولي مؤامره دوليه اقليميه الهدف منها هي التوغل ضمن المساحه السوريه بهدف تسجيل النقاط في سبيل التفاوض مستقبلا على حصص كل طرف في عمليه ما بعد تهيئة الأوضاع وما بعد آه الإفراغ من مسألة أو بين قوسين محاربة داعش أي عملية إعادة بناء سوريا هذه الحرب أو هذه المعركة أو هذه المؤامرة تصب في هذا الاتجاه وهي بمعنى آخر عملية إعادة توزيع الحصص العمليه هذه العسكريه يعني تمت بعد وجود لضوء اخضر امريكي من الرئيس الامريكي دونالد ترامب لقي انتقادات من هيلاري كلينتون من ليتسي جراهام من الديمقراطيين الجمهوريين ما الذي يفعله ترامب اعتقد هنالك لعب التصريحات لعبه تصريحات لكن هنالك سياسه امريكيه السياسه الامريكيه نفس هذا السيناريو حصل في العراق ونفس هذا السيناريو حصل في سوريا وفي أكثر من محطة السياسة الأمريكية متبعة وفق منهجية معينة ربما نسمع من هذا المسؤول أو ذاك المسؤول تصريحات متناقضة أو أن هناك تباين في أراء هذه لعبة سياسية لكن في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي هو الذي يقرر هو الذي يقرر وهو الذي يرسم ضمن مجموعة مستشاريه هل يمكن للرئيس الامريكي ان يكون مثلا بهذا يريد ان يعني يفاوض على نقطه اخرى مهمه جدا او يسحب البساط في التالي من تحت قدم اللاعبين في المنطقه ام انه باعها كما يقول السكان المحليون حاليا في شمال شرق الفرات في القامشلو في المنطقه ومناطق الاداره الذاتيه باعتقاد الازمه السوريه قائمه منذ البدايه على عمليه مقايضه مقايضه على الشعب السوري تحت حجه اصدقاء سوريا لكنهم كانوا يقاضون على الشعب السوري والنظام باق الى الان واللعبه الاقليميه زائد اللعبه الدوليه مستمره على منوالها ولم ين يعني ولم يكسب الشارع السوري الشعب السوري بكل مكوناته وكل اطيافه اي ثمره باتجاه التنفس نحو الحريه. هذه المقايضات ليست فقط على إن كنت تقصد المقاتلين الأكراد أو القصدي أو كذا هذه المقايضات لم تحصل فقط على هذه المجموعة أو هذا المكون حصل على غيره أيضا لو تابعنا مجريات تشكيل الجيش السوري الحر ومن ثم الكتائب والفصائل ومآلات كل تشكيل من هذه التشكيلات هذه التشكيلات للأسف أقول هنا يعني هذه التشكيلات تم إنشاؤها بناء على طلب وسيت يتم القضاء عليها بناء على رغبة. القوات الكردية قسد هناك كانت تملك علاقات يعني لنقل على الاقل ليست مضادة او لا تتسم بالتصادم مع الجانب السوري في دمشق الحكومة السورية او حتى الجيش السوري وهناك ايضا تمثيل لبعض النقاط الادارية المحددة لدمشق في هذه المناطق. يعني كيف نفهم هل هناك يعني تخلي من دمشق عن هؤلاء المقاتلين على الأقل؟ باعتقادي قصد كمكون كتشكيل ليست في مواجهة أي طرف سواء تركيا أو النظام السوري أو القوات الموجودة ضمن حماية دولية في سوريا ليست على خلاف أو اشتباك معهم قصد التي تضم مك... يعني أكثر من مكون سوري ضمن المنطقة الجغرافيه الكرديه من عده مكونات هي مظله يعني تحت مظله سياسيه اللي هي اسمها الاداره الذاتيه، وهذه الاداره الذاتيه كنا نعرفها انها ليست على خلاف مع النظام السوري، وهذه الاداره لم تحاول في في يوم من الايام ان تطلق طلقه واحده باتجاه تركيا. هذه الثوابت الموجوده لكن الان الان المعادله اختلفت باعتقادي النظام السوري النظام السوري راض راضي تماما على القصف التركي اللي بيصير بالمناطق الكرديه النظام السوري بعد بعد ما اخذ قصد مدى اخر او بعد اخر نتيجه تحالفه او اشتغاله مع القوات الامريكيه النظام السوري ايضا يحاول التخلص من هذه التركه الجانب الروسي هل يبدو هو المستفيد الوحيد من هذا القصف الذي يحصل اليوم ومآلات هذه العملية العسكرية؟ باعتقادي لكل طرف حصة مم. تركيا تحاول تركيا تحاول أن تضع حد للامتداد الإيراني روسيا تحاول أن تؤمن مصالحها مستقبلا نحو البحر المتوسط في وجه أمريكا في وجه أمريكا تحاول لجم الدور الإيراني اعتمادا على الدور التركي هذه عملية متداخلة متشعبة يعني والخاسر الأساس في كل هذه المعادلة هو الشعب السوري وتحديدا في هذه الآونة هو هي المناطق الكردية كما حصل في عفرين <سؤال> آه وزير الخارجية الروسية الذي كان في بغداد في أربيل آه تعمد الوصول إلى آه تواجد في أربيل حيث القرار السياسي الكردي الأقوى عالميا حتى آه ماذا كان يريد ان يوصل من رساله لافروف؟ اعتقد حس يعني هنالك اكثر من قراءه باعتبار ان اقليم كردستان اربيل تحديدا ورمزيه الرئيس مسعود البرزاني يشكل عامل ثقل وتوازن في المعادله السياسيه الكردستانيه بشكل عام اعتقد ان حضوره كان الى اربيل بمثابه اشاره وإشارة وكأن روسيا ستقف إلى جانب الكرد أو أنه يريد أن يحمل رسالة كردية ضمن التوافقات السياسية الدائرة، لكن باعتقادي أن المعادلة الدولية أكرم من هذه الرسالة. قوة هذه الرسالة التي بعثها في تغريدة الرئيس مسعود بارزاني إلى الجانب الأمريكي. الكرد لا يمكن أن يقايضوا بالسلاح وبالمال، لن ولم يستلموا هذا الذي ادعاها الرئيس الأمريكي في تغريدة سابقة كيف تصف هذه الرسالة؟ باعتقادي رسالة الرئيس برزاني تحمل نبض قومي كردي يتجسد بأن الكرد طلاب حرية والطلاب الحرية لا يمكن أن يكونوا مرتزقة هذه الفقرة أو الاستنتاج الأساس من هذه الرسالة وتاليا يمكن قراءتها بأننا نحن لسنا جنود تحت الطلب أن الكرد لهم كيانهم ولهم مطالبهم ولهم مشروعية الحق حق المطالبة بهذه المطالب لكن إذا إذا استذكرنا معادلة كركوك وأحداث كركوك والمؤامرة الدولية التي حدثت من هنا يمكن القول لا يمكن الاعتماد على الوعود الدولية لأن هذه الدول هي صاحبة مصالح والمصالح هي التي تسير سياساتها وليس القيم كان باتجاه توحيد الصف الكردي بكلمه رساله رئيس بارزان باعتقادي الرئيس البرزاني حاول مرارا واجتهد باكثر من مسعى لكن الحوار الكردي الكردي او توحيد البيت الكردي او الصف السياسي الكردي لم يعد مرهونا على رغبه هناك لا. اكثر من اجنده سياسيه تشتغل داخل البيت الكردي وهذه الاجنده تستهدف الحوار الكردي او وحده الصف الكردي ولذلك لا يمكن الوصول الى هذه الوحده ما دمنا لسنا مستقلين بارادتنا مصادرنا وزملاء في غرفه الاخبار تؤكد ان الجيش التركي يقصف لحظه هذه النشره الخبريه محيط سجن ومعسكر يحوي عناصر داعش الارهابي معتقلين عند قوات قسد يعني ما هي الدلاله هنا هل تعلم أنقرة بهذا أم أنها تجهل الموقع باعتقادي بعتق... لا بد أن نعود إلى الوراء قليلا تركيا نفسها التي كانت تغض الطرف عن دخول قيادة أو مقاتلين من حزب العمال الكردستاني باتجاه الأراضي السورية بهدف تفريغ مم. معسكرات قنديل تركيا نفسها التي كانت تدعم لوجستيا تدعم لوجستيا وهذا واضح للكل عناصر داعش من الدخول إلى سوريا وتركيا نفسها التي كانت تفتعل الأزمات بين هذه القوات لكي تتصادم وتتقاتل بهدف محاولة تكزيم الطرفين خدمة لمصالحها ومآربها الآن تركيا ستجتهد لأن تطلق يد داعش مرة أخرى في المنطقة بهدف لكي تكون لديها حجة أن هنالك إرهابين في هذه المنطقة وهذا الإرهاب لا بد من محاربته لكنه بنفس الوقت حتى الجهات المراكز الأبحاث الدراسات كلها تؤكد بأن تركيا نفسها لها يد طويل في صناعة الإرهاب في سوريا الموقف الفرنسي الذي كان يحذر من ضرب القوات التي ضربت بالأمس داعش الإرهابي وكانت تحذر من كارثة وظهور داعش مجددا يعني هل هناك سيناريو أخطر من أن يعود داعش ومجددا ويقتحم الحدود باعتقادي داعش هو الصناعة هذه الصناعة بإمكان المراكز التي تسيطر على هذه الصناعة أن تعيد إنتاجه في أي وقت لأن كافة المؤهلات والمقاومات والمستلزمات موجودة موجودة في بيئتنا الاجتماعية والموروث الثقافي الموجود عندنا وفي تركيبتنا السياسية والجغرافية وهذه إعادة الإنتاج أو إعادة آه مثل ما بيقولوا آه اطلاق اليد مرهون باكثر من آه عامل وباكثر من آه دافع آه كلنا كنا منتابع داعش غزت كل سوريا داعش آه استولت على مناطق شاسعة من العراق داعش استولت على ترسانة آه عسكرية عراقية لكن حين جاء القرار بلجم دور داعش لم يطول المدة أكثر من شهر شهرين وكان انهاء داعش في هذه المناطق كلها كم تعول على مجلس الامن الدولي واجتماع طارئ غدا مجلس بيانات لا اعتقد انه سي... سيؤثر في المعادله الموجوده على الارض الرئيس الامريكي هل تعتقد انه سيفعل المزيد مع وجود احاطه امريكيه سريه مع اعضاء في الكونغرس الامريكي ولجنه الدفاع باعتقادي هناك الدور موكول لتركيا تركيا ستمضي في تنفيذ هذا الدور حين ينتهي الدور سنسمع اراء وبيانات وتصريح من نوع اخر دور تركيا الى ابعد من جريسبي وسريكانيه ربما ربما النزوح هل سيكون كارثه اللجوء النزوح كلنا ندفع ضريبه ذلك هذا الارض الذي نحن عليه دفع ضريبه الهجره المليونيه المقابر الجماعيه آه ان اردت ان تسال عن عواقب النزوح فاسال الكردي م. الأستاذ روني علي الكاتب شكرا جزيلا لك كنت ضيفا كريما معنا في هذه النشرة الخبر كل الشكر مجددا اهلا بحث رئيس اقليم كردستان شيرفان بارزاني مع الامين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري مستجدات الاوضاع على الساحه العراقيه والمظاهرات في بغداد وعدد من المدن العراقيه الاخرى. اكد الجانبان خلال اللقاء على استتباب الامن والاوضاع والحفاظ على حياه وممتلكات المواطنين والمؤسسات. كما ثمن الطرفان الخطوات الايجابيه للحكومه العراقيه في استجابه الحكومه لمطالب المتظاهرين بحث رئيس إقليم كردستان شيرفان بارزاني مع رئيس جمهورية العراق السابق الدكتور فؤاد معصوم التطورات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة وأوضاع الكرد بسوريا جاء ذلك خلال لقاء نيشيرفان بارزاني مع معصوم في أربيل وأكد نيشيرفان بارزاني خلال اللقاء على ضرورة استتباب الوضع السياسي والأمني وتطور العملية السياسية مشيرا أيضا إلى أن قرارات حكومه العراق الفيدراليه الاتحاديه للمطالب المشروعه للمتظاهرين ايجابيه لتهدئه الاوضاع والحفظ على الامن في اربيل اعمال المنتدى العلمي المشترك الثاني الذي تقوم به جامعه صلاح الدين تحت شعار دستور مدني في اقليم كردستان بمشاركه اكاديميه وسياسيه واسعه المزيد. نحو دستور مدني في اقليم كردستان شعار المنتدى العلمي المشترك الثاني الذي تقوم به جامعه صلاح الدين في مدينه اربيل بهدف دراسه تفعيل دستور الاقليم وانشاء كتيب بهذا الخصوص يخدم اللجان في برلمان كردستان. واحد ان نجمع افكار جميع الساسه الموجودين من احزاب المعارضه وكذلك من احزاب الحكومه وكذلك من مختلف مكونات لشعب اقليم كردستان اللي من الاخوه المسيحيين، الاخوه التركمان، الاحزاب الاخرى او مكونات الدينيه الاخرى. فيتم جمع هذه وتكون هناك كتيب أيضا يكون هناك كتيب ونستمر بهذه العملية حتى نطمح أنه يكون عندنا عندنا مؤتمر في الشهر الرابع لدراسة جميع المواضع المتعلقة بكتابة الدستور وبدراسة كل من الدستور العراقي والدساتير الدولية يطمح الباحثين والأكاديميين في الأقليم إلى الاستفادة منها في وضع النقاط الأساسية بما يخدم المواطن بالدرجة الأولى فلسفة الدستور عبارة عن عقد اجتماعي بين كافة المكونات والمواطنين الموجودين داخل دولة أو داخل كيان سياسي لذلك فيجب الاخذ نظر بنظر الاعتبار راي كافه المكونات داخل هذا الاقليم او هذه الدوله لذلك فان البرلمان الكردستان باعتباره مؤسسه تشريعيه واساس العمليه السياسيه والمؤسسه الخاصه تقريبا بوضع الدستور لذلك فمن واجب البرلمان الكردستان احاطه جميع الاطراف المكونين لاقليم كردستان بمشروعه حول وضع دستور لاقليم كردستان. طبعا هم اجراءات ودراسات عده يشهدها اقليم كردستان اليوم بهدف وضع دستور يحفظ حقوق جميع المكونات ليزا الفضائيه سيل العصام اربيل الي الشان العراقي اعلن رئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبد المهدي الحداد الرسمي لمده ثلاثه ايام علي ارواح ضحايا التظاهرات ووقوفه مع المطالب المشروعه للمتظاهرين رافضا مظاهر العنف التي شابت الاحتجاجات الاخيره كما اكد عبد المهدي خلال كلمه متلفزه الاربعاء اصداره لتعليمات مشدده بعدم استخدام الرصاص الحي فلدينا بحسبه جمهور اراد التعبير عن مطالبه بتظاهرات سلميه كاشفا عن تحقيقات لمحاسبه المقصرين ممن لم يلتزموا بالاوامر وأشار أيضا إلى البدء باستلام نتائج التحقيقات والإجراءات الفورية لترتيب الحقوق المالية للشهداء المدنيين وتكريم ذويهم وترقية الجرحى من العسكريين والتكفل بعلاجهم على نفقة الدولة العراقية. عبد المهدي نوه بعد أن أعلن الحداد العام إلى إطلاق سراح الموقوفين ممن لم تتوفر ضدهم أدلة جنائية. في ملف الاصلاحات نبقى حيث كشف رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي عن اتخاذ عدد من القرارات الاصلاحيه لتحسين الخدمات للمواطن العراقي على انها ستتم على مستويين هي الاجراءات العاجله والاصلاحات الشامله مبينا ايضا ان الدوله العراقيه تعاني ترهلا وتقاطع قوانين تعرقل الاصلاح واكد عبد المهدي على اعلان اسماء اللجان التي دعت لها المرجعيه خلال اسبوع كما اكد انه سيقدم الى مجلس النواب غدا قائمه تعديليه وزاريه بالاضافه الى تصويت مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل على اعضاء مجلس الخدمه الاتحادي عبد المهدي كشف عن حالة عدد من المسؤولين العراقيين للقضاء والنزاهه موضحا تقديم قائمه باسماء الدرجات الخاصه العراقيه والمناصب بالوكاله قبل نهايه الشهر أوضح وزير الاتصالات نعيم الربيعي أسباب قطع الانترنت في بعض الساعات الربيعي وفي تصريح صحفي قال إن قطع خدمة الانترنت يأتي للضرورة الأمنية مبينا أن الحكومة العراقية ووزاراته ليس لديها أي قرار بتحديد ساعات تشغيل الانترنت وإيقافه واضاف الربيعي ان خدمه الانترنت قد تستمر اليوم ولا يتم قطعها لان القطع مرتبط باي تحرك على الارض قد يكون سببا باخلال امني في العراق بوجود خدمه الانترنت أعلن محافظ كربلاء صيف الخطابي عن مناقشة الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين هذه الخطة نقشت بتفاصيل وصودقت من قبل المجلس الموقر لعله ستجدون في هذه الخطة كذلك تأكيد على قرار اللجنة الأمنية العليا الذي نشرناه قبل يومين بثلاث فقرات أساسية وحتى يكون واضح للجميع ان الحكومه المحليه في محافظه كربلاء المقدسه محافظا ومجلسا تؤكد دائما وتؤمن بحق الجماهير وحق المواطنين بالتعبير عن مطالبهم المشروعه عبر الاليات الدستوريه التي كفلها الدستور والقانون ومن هذه الاليات هي الاحتجاج او الوقفات او التظاهرات السلميه المشروعه واحنا بدورنا نأيد المطالب المشروعة وعملنا لجان مشتركة بين المحافظة ومجلس المحافظة وبحضور ممثلي قيادات العمليات والشرطة من أجل كذلك الالتقاء بالوفود لشرائح المجتمع الكربلاء الكرام الذين لديهم مطالب مشروعة ومطالبهم مشروعة إن شاء الله وأكدنا في هذا البيان وفي هذا القرار لجنة الأمنية العليا على أن أهبنا بمواطنينا وجماهيرنا الكرام لاستثنائية وظروف محافظه كربلاء المقدسه وهي تستقبل ملايين الزوار في هذه الايام ولكي يتفرغ ابناء محافظه كربلاء المقدسه كما عهدتموهم لخدمه زوار العراق وزوار الامام الحسين عليه السلام من كل ارجاء العالم ومن كل ارجاء المحافظات العراقيه اهبنا بجماهيرنا بمنع التظاهرات او بعدم القيام بتظاهرات او تجمعات او احتجاجات في ايام الزياره كي لا تختلط الاوراق وكي لا يعكر صفو الزياره وكي يتفرغ أبناء كربلاء المقدسة للزيارة سنستمر كحكومة محلية بلقاءات مستمرة مع جماهيرنا ومع وفود من المتظاهرين أو مواطني كربلاء الذين يرون أن هناك حقوق مشروعة يجب المطالبة بها وإذا رأى جمهورنا الكريم أن هذه اللقاءات وهذه الوفود تحتاج كذلك الى مزيد من ال أما اللقاءات الاخرى او كذلك حقهم الدستوري اي ما بعد زياره الاربعينيه اعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان تدخل واشنطن في الشرق الاوسط كان اسوا قرار اتخذ في تاريخ الولايات المتحده وذلك بعد سحب قواته الامريكيه من مناطق قريبه من الحدود السوريه التركيه ترامب وفي تغريدة قال إنه يتم العمل ببطء وبشكل آمن لإعادة الجنود إلى الديار موضحا أن النزاعات الشرق أوسطية كلفت واشنطن ثمانية الاف مليار دولار أمريكي واعتبر أن توغل بلاده في الشرق الأوسط اتخذ بذريعة باطلة تم دحضها لاحقا تمثلت بوجود أسلحة دمار شامل وصدر أول رد فعل تجاه بدء العملية العسكرية من الكرملين حيث قال إن بوتين حث أردوغان على عدم الإضرار بعملية السلام السورية بينما أكد مسؤولون روس أن العملية التركية اعتداء على سوريا الى الملف الايراني قال وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو على تويتر ان الناقله النفطيه ادريان داريا الايرانيه افرغت حمولتها في بانياس السوريه وان ايران كذبت على بريطانيا وعلى جبل طارق ايضا. مضيفا يتعين على اعضاء الاتحاد الاوروبي ان يدينوا هذا العمل ويدعموا سياده القانون ويحملوا طهران المسؤوليه. فيما ذكر موقع تعقب الناقلات تانكر تراكرز ان الناقله الايرانيه ادريان ون افرغت شحنتها في ميناء بانياس شمال سوريا وحول حمى الانتخابات التونسيه الرئاسيه التي كانت عاجله هذه المره لوفاه الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي، والاعتقال الذي طال المرشح الانتخابي للرئاسه ناصر السعيد، والاحتدام في الانتخابات التونسيه بين المرشحين، والانتخابات المرتقبه يوم الاحد المقبل والذي سيكون طرفاه كل من القروي والسعيد معنا من العاصمة التونسية تونس من مقاطعة آريانا الناشطة التونسية المدنية صالحة الدوا صالحة أهلا وسهلا بك سيدتي كيف هي الأوضاع في تونس وما تحليلك لآخر المستجدات السياسية على الساحة التونسية الكلمة لك يسمعك شكرا مساء الأنوار أهلا وسهلا بكم الاوضاع السياسيه والاجتماعيه واجواء الانتخابات تتسارع كثيرا هذه الايام في تونس خاصه في الشهر الاخير. حاليا لدينا كنا في انتخابات تشريعيه الاسبوع الفارت وقبلها ايضا كنا في انتخابات رئاسيه دور اول لما انجر عنه ترشح طرفين هما السيد قيس عيد والسيد نبيل القروي. بعد الترشح بعد فتره منذ 23 اوت تم القبض على السيد نبيل القروي وإيداعه السجن أه ولكن هذا اليوم هذا مساء هذا اليوم تم إطلاقه صراحة أه عند النظر في مكتب الإخراج في محكمة محكمة التعقيب وإلغاء كل بطاقة الإيداع أي أن الملف كان فارغ ولم يكن هنالك موجب لإيقافه تماما تم تم إطلاق صراحة وفي نفس الوقت قدم مطلب الدفاع طلب لتاجيل الانتخابات بعد بعد اسبوع، يعني بالنسبه لهم لا يمكن ان تقام هذه الانتخابات يوم 13 اكتوبر من هذا الشهر، نظرا لان السيد نبيل القروي لم يقم بحملته وكان محتجزا بالنسبه لهم. حاليا نحن في انتظار لان الانتخابات التشريعيه مرتبطه اساسا بالانتخابات الرئاسيه والانتخابات الرئاسيه القت في عن الانتخابات التشريعيه التي كانت نسبه المشاركه فيها متدنيه وخاصه نسبه مشاركه الشباب التي بلغت 9% فقط هذا مشكل كبير بالنسبه لتونس الناس اصبح هنالك عزوف كلي تقريبا عن المشاركه نحن أه نعم كدا. سيده دوا يعني دعني اقاطعك ما حصه الحزب الاسلامي حزب النهضه الذي حصل على اكبر عدد من الحظوظ لتشكيل الحكومه رغم انه يبدو غير قادر على تشكيل حكومه بمفرده لولا الائتلاف مع الاخرين خاصه اليسار ايضا داخل بقوه هذه المره مع عدم حصول الشاهد رئيس الوزراء والحكومه الحالي على عدد كافي من المقاعد في الانتخابات نعم النهضه تقريبا هنالك 50 على 50 كرسي في المجلس في المجلس النيابي تقريبا حاليا نحن في انتظار النتائج النهائيه الاوليه للانتخابات التشريعيه لان هنالك عديد الاعتراضات وايضا هنالك احتساب لكثير من البقايا بالنسبه للحصول على كرسي في المجلس النيابي النهضه 50 كرسي لا يمكن لها ان تكون الحكومه ايضا في المرتبه الثانيه هو حزب القروي تقريبا 40 40 كرسي ولكن هو اعلن انه سيكون في المعارضه ولن يتحالف، جل الاحزاب اعلنت انها لن تتحالف مع النهضه. هنالك فقط يبقى لها بعض الاحزاب القريبه لها من ناحيه الايديولوجيا وايضا لا يمكن ان يكونوا 109 نائب الذي الذين يمكن ان يعطوا شرعيه للحكومه الجديده. يمكن No. السبب الاساسي في ان العديد لا يرغب في التحالف مع النهضه ان النهضه منذ 2011 وعندما يتحالف مع اي حزب كل الاحزاب التي تحالفت معها تلاشت من الساحه السياسيه no. او صارت لها مشاكل كبيره mm. واخرهم الشاهد no. ايضا اعتقد يمكن ان تكون هنالك تحالفات تنازلات م. ولكن نحن عموما نحن التونسيين سنكون معك يا سيده نعم صالحه الدواء النشطه المدنيه التونسيه شكرا جزيلا وتحيه لك في هذه الفتره شكرا مشاهدينا الان عوده الى اخبارنا والى السليمانيه حيث نظمت مديرية الرعاية الاجتماعية في السليمانية ورشة عمل للوقوف على مشاكل مرضى التوحد وأعدادهم داخل حدود المحافظة. لقد اهتم مديرية عامة للرعاية الاجتماعية في السليمانية اهتماما جديا بالمشاكل المرض التوحد او الاوتيزم وقد اهتم ايضا على عوائلهم <applause> آه ولكن للأسف يعني آه مشاكلهم كثيرة مرض التوحد آه من المشاكل آه الآنية مثلا آه ليس لديهم أي راتب من الرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان طبعا آه مديرتنا نجد وزارتنا نجد على آه حصول على هذا الراتب من مركز السليمانية 196 مرض من إدارة رابرين 40 ثلاثة 33 درب النيخان 24 دوكان 80 عفوا 8 شوارتا 2 بيرا مقرون 12 سيد صادق 1 عربد 1 بازيان 12 يعني المجموع تقريبا 330 مرض اوتيزم الرئيس بارزاني في رسالته الى الرئيس الامريكي ترامب عبر تغريده دماء الكرد اكثر قيمه من المال والسلاح ومن بغداد عبد المهدي يعلن الحداد العام في العراق ويشهد بسلمية الاحتجاجات العراقية الأخيرة متجها لإصلاحات دستورية ووزارية والحرب التركية التي تشنها على سوريا تهدد ستة ملايين مدني بأكبر كارثة إنسانية في مناطق الإدارة الذاتية. ومجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة لبحث العدوان التركي على سوريا. تابعونا مشاهدينا على Zagrosnews.net إلى اللقاء